شيخ محمد الحسن، فيما يتعلق بقول القائل أن نصيحة الأمير أو الحاكم لا تجوز علنا، وأنه لا بد إن كان بد فلا بد بينك وبينه، هذا الكلام الذي يروج إليه لتبرير كل ما يقوم به الحاكم، وهو طبعا داخل في موضوع حصتنا اليوم هي طبيعة وحدود طاعة ولي الأمر، كيف تنظر إليه وما هي الأدلة عليه؟ هل تستقيم أم عكسها هو أقوى منها؟ لا أصل لها، فالنصيحة والتغيير إنما هو رد فعل على حدث، ورد الفعل إنما يكون على حسب الحدث المردود عليه. فإذا كان الحاكم أو الفرد من الناس يسر منكره في بيته وفيما بينه وبين الله، فنعم ينصح سرا فيما بينه وبين الناصح. أما إذا كان الأمر علنا فلا يمكن تغييره في السر، بل لا يمكن أن ينكر إلا بالعلن، ولا تغيير المنكر العلني إلا بالعلن، كما ذكرنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا تغيير عمارة بن رويبة لمنكر بشر بن مروان، وذكرنا تغيير أبي هريرة وأبي سعيد لمنكر أبيه مروان قبله، وكذلك غيرهم كثير من الصحابة الكرام ومن التابعين لهم بإحسان على مر العصور في تاريخ هذه الأمة. فإنما كان العلماء ينكرون المنكر الجاهلي جهرا وينكرون المنكر السري سرا، وهذا هو المقصود، لأن هذا الإنكار إنما هو وسيلة، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع، وهي تابعة للمقصد المرتب عليها شرعا، والمقصد هو التغيير والإزالة، من رأى منكم منكرا فليغير، فهذا المقصود، المقصود التغيير، تغيير المنكر. فإذا كان المنكر يمكن أن يغير بمجرد القول لم يتجاوز، وإذا لم يكن يمكن تغييره بالقول فلا بد من تغييره بالفعل، ولم يبقى وراء ذلك إلا تغييره بالقلب في حق المستضعفين، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.